حالة من الغضب الكبير سيطرت على كل رواد السوشيال ميديا بسبب الأداء الضعيف اللي ظهر به منتخب مصر في أولى مبارياته في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكوت ديفوار. وشفنا عدد كبير جداً من الكومنتس وكمان البوست واللي أظهر فيها الجمهور غضبهم من المدير الفني للمنتخب بسبب التشكيل وطريقة إدارته للمباراة، واللي كانت السبب في تعادل منتخب مصر بصعوبة مع منتخب موزمبيق المتواضع جداً. وكانت أكتر لقطة اتصدرت الترند من المباراة هي هدف التعادل واللي أحرزه طبعا محمد صلاح من ضربة جزاء في الوقت بدل الضايع، واللي وصفها كتير بأنها أنقذت مصر من سيناريو الخروج المبكر من البطولة.